نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: عدوان أمريكي على سوريا والعراق، ومصدر في المركز الاستشاري الإيراني في سوريا يحذر للاعتداء تداعيات وخيمة على وضعية القوات الأمريكية في المنطقة. ودمشق تؤكد أن العدوان الأمريكي استهدف مناطق يحارب فيها الجيش بقايا داعش، وتعلن ارتقاء شهداء عسكريين ومدنيين، وتشدد على عزم الجيش على تحرير سوريا من كل إرهاب واحتلال أمريكي. وبايدن يعلن بدء الرد الأمريكي في الشرق الأوسط، ويقول إن واشنطن لا تسعى إلى صراع في المنطقة، ومسؤولون أمريكيون يتهمون إدارته بالفشل. غارات أمريكية بريطانية تستهدف فجرا شرق مدينة صعدة في اليمن، وصنعاء تعلن قصف أهداف إسرائيلية محددة في أم الرشراش بالصواريخ الباليستية. وفي غزة، المقاومة تواصل التصدي على محاور عديدة وتلحق خسائر كبيرة بالقوات الإسرائيلية، والاحتلال يواصل مجازره وآخرها في رفح ودير البلح. في الضفة، مقاومون يتصدون للاحتلال في طوباس ومخيم بلاطة بالرصاص والعبوات. وفي لبنان، المقاومة الإسلامية تستهدف مبنى في مستوطنة أفيفيم وموقع رويسات العلم مرتين، وتؤكد وقوع إصابات لدى جنود الاحتلال. لليوم 20 بعد 100 للعدوان على غزة، نفذ بالتزامن عدوان أمريكي على الأراضي السورية والعراقية، في وقت نفذت فيه القوات الأمريكية والبريطانية عدوانا جديدا على اليمن، فيما أكدت فصائل المقاومة أن هذه الاعتداءات لن تثنيها عن الاستمرار في الدفاع عن فلسطين ومقاومة غزة. وينضم إلينا من حلب مراسلنا رضا الباشا، كما ينضم إلينا من غزة مراسلنا أكرم دلول. نرحب بكما، ونبدأ معك رضا عن أبرز التطورات حتى هذه اللحظة، بعدما أصدرت القيادة السورية بيانها حول الاستهدافات والعدوان الأمريكي الذي نفذ فجر اليوم، وبالتالي كيف يبدو المشهد على وقع ما أعلن رسميا في سوريا، وبأنه لن يسمح للاحتلال والإرهاب الأمريكي بأن يستمر؟ نعم دينا، فعلا دعينا نبدأ من البيان الذي صدر عن مصدر أمني في المركز الاستشاري العسكري الإيراني في سوريا، الذي أكد بأنه لا يوجد للحرس الثوري الإيراني أو قوة القدس أي مراكز في المناطق المستهدفة بالعدوان الأمريكي في شرق سوريا، وأكد بأن العدوان الأمريكي في شرق سوريا سيخلق حالة من الرد وسيضع القوات الأمريكية في معرض الاستهداف أكثر مما كانت عليه سابقا. وأكد أيضا بأن المناطق المستهدفة في هذه في شرق سوريا وغرب العراق هي مناطق كان ينشط فيها داعش، وبأن فصائل المقاومة أو حتى القوات الرديفة أو حتى الجيش السوري الذي تم استهدافه من قبل القوات الأمريكية هم الجهة العسكرية التي حاربت داعش في هذه المنطقة وعملت على القضاء على داعش، وهذا في مكان معين قرأه المصدر الأمني في المركز الاستشاري الإيراني بأنه تناغم بين خلايا داعش والاعتداء الأمريكي الذي استهدف المنطقة بشكل كامل. وأكد أيضا بأن هذا الاعتداء
سيتلقى رد وستتلقى القوات الأمريكية ردا عليه. بطبيعة الحال هذا البيان يأتي متشابها مع بيان الجيش السوري وفي نقاط عديدة، سواء في تناغم المنطقة المستهدفة بأن هناك نشاط لخلايا داعش وأن استهداف الجيش السوري في هذه المنطقة يعني نشاط أكثر لخلايا داعش، وهذا يعني بأن القوات الأمريكية تسهل عمل خلايا داعش في هذه المنطقة، أو حتى بأن الاستهداف كان لمناطق مدنية وكان لمناطق عسكرية بعيدة كل البعد عن أي أهداف ادعتها أمريكا أو تدعيها أمريكا بأنها يمكن أن تكون سبب لإيجاد حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. بطبيعة الحال العدوان الأمريكي أدى بحسب بيان أيضا الجيش السوري إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، ولم يحدد العدد بشكل دقيق، على ما يبدو بأن عملية إحصاء الأضرار سواء في الأضرار البشرية أو حتى الأضرار المادية ما تزال مستمرة، كما أشرنا سابقا في نشرات سابقة بأن العدوان استهدف أكثر من 20 موقعا، امتدت المواقع على طول محافظة دير الزور من الجهة الشرقية لمدينة دير الزور، مطار دير الزور العسكري، حويجة صقر الواقع إلى القرب من مطار دير الزور، حي هرابش، منطقة الفرن الآلي، منطقة دار الكتب الوطنية وطبع ومطبع الوطنية في مدينة دير الزور، إضافة إلى أهداف مدنية في مدينة دير الزور كما أشرنا، وهذا أدى إلى ارتقاء شهداء بين المدنيين. وأيضا كان هناك اعتداءات طالت محيط مدينة الميادين، الجهة الشرقية لمدينة الميادين وقرية القائم القريبة من الميادين، وصولا إلى قرية السكرية على الحدود السورية العراقية ومدينة البوكمال أيضا عند الحدود السورية العراقية. اللافت هو استهداف نقاط للقوات الرديفة والجيش السوري واقعة في باديتي الميادين والبوكمال، وهي فعلا هذه البادية تشهد نشاطا مكثفا لداعش خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولعل هذا الأمر هو الذي دفع الجيش السوري وحتى المصدر الأمني في المركز الاستشاري العسكري الإيراني في سوريا للتأكيد بأن هذه الاعتداءات جاءت في منطقة تنشط فيها خلايا داعش، ووضعت هذه الاعتداءات بأنها تصب في مصلحة خلايا داعش. يمكن أن نقول بأن الاعتداء استمر لمقاربة 40 دقيقة. تلقت القوات الأمريكية ردا أوليا على الاعتداء من خلال استهداف القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز مرتين. المرة الأولى كانت بعد أقل من 20 دقيقة على بداية العدوان الأمريكي على الشرق السوري، والمرة الثانية كانت بعد أقل أيضا من 5 دقائق من انتهاء العدوان الأمريكي على شرق سوريا. صباح هذا اليوم يمكن أن نقول بأن المنطقة تشهد حالة من الهدوء الحذر بين كافة الأطراف المتواجدة في الشرق السوري، سواء القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد الأمريكية تؤكد بأن هناك حالة من الاستنفار لدى القوات الأمريكية، إضافة إلى التوجه إلى الملاجئ والتي أعدت في هذه القواعد الأمريكية تجنبا لأي قصف يمكن أن تتعرض له، سواء كان قاعدة حقل العمر النفطي أو قاعدة الكونيكو. إضافة إلى ذلك هناك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الأمريكي في أجواء ريف دير الزور الشرقي، وتحديدا في المنطقة التي تفصل حقل الكونيكو للغاز وقاعدة حقل العمر عن مناطق تواجد الجيش السوري. من الجهة المقابلة أيضا الجيش السوري والقوات الرديفة حلفاء الجيش السوري في هذه المنطقة هم في حالة أيضا استنفار كامل وحالة من حذر الشديد، في ظل تأكيد وصلهم بأن هذا الاعتداء لن يقتصر على مرحلة أخرى وإنما سيتبعه مراحل أخرى. ابقى معنا لو سمحت زميلي رضا الباشا. انضم إلينا الزميل عبدالله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، أيضا على الطرف الآخر من هذا العدوان الأمريكي في الطرف العراقي نفذت عدة اعتداءات وعدة ضربات على الأراضي العراقية، وبالتالي كيف يبدو المشهد صبيحة هذا العدوان؟ عبدالله، ماذا في المواقف وماذا في التصريحات وكيف يقرأ المشهد ككل تحديدا في العراق؟ نعم، تحية دينا. يبدو أن المواقف كانت وردود الفعل سريعة عندما كانت هناك عمليات لاستهدفت القوات الأمريكية كما ذكر الزميل في عدد من القواعد غير الشرعية لها في الداخل السوري. هذا يعني استمرار للمقاومة الإسلامية في العراق في استهداف القوات الأمريكية وإدامة عملياتها ضد الوجود العسكري الأمريكي. بالنسبة للوضع ميدانيا في العراق، الضربات والهجمات تركزت على موقعين رئيسيين، عكاشات والقائم. في القائم طبعا هناك عدد من الشهداء المدنيين
حتى الآن الحصيلة الأولية شهيدان بفعل العدوان الأمريكي الذي استهدف عدة مواقع في منطقة السكك في القائم عند الشريط الحدودي العراقي السوري. في منطقة السكك هناك موقع لطبابة الحشد الشعبي وبعض المقرات أيضا كان قد طالها العدوان الأمريكي بعدة ضربات. في عكاشات عدد من المواقع وهي عبارة عن بيوتات، هي عبارة عن مخازن ومقرات للحشد الشعبي، أيضا كان قطالتها الغارات الأمريكية. لا شهداء، فقط إصابات. جدير بالذكر أن هناك حالة من الإنذار وعمليات إخلاء أصلا قد دخلتها المقاومة العراقية وحلفاء المقاومة العراقية في الميدان، وخصوصا الحشد الشعبي الذي كان يتوقع وفق القيادات الأمنية والعسكرية أن بعض مواقعه قد تكون هدفا ضمن عمليات الرد الأمريكية. لذلك هناك إجراءات أمنية استثنائية وعسكرية كانت قد اتخذت، على رأسها عمليات الإخلاء واتخاذ وضع أمني خاص بالنسبة للقيادات الميدانية والمهمة والفاعلة وقادة المفاصل تحسبا من أي عدوان غادر قد يكون هدفا فيه جراء الرد الأمريكي. شهيدان حتى الآن، هناك عمليات لرفع الأنقاض في القائم تجريها القوات العراقية وكذلك تجري عمليات إحصاء. طبعا نتحدث عن مدنيين سقطوا جراء الاعتداءات الأمريكية. أبرز المواقف هو موقف القيادة العامة للقوات المسلحة عبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، والذي اعتبر أن ما حصل هو خرق جر المنطقة إلى مواجهة وأوسع طبعا، لكن المعلومات تفيد أن هناك إحاطة كانت لدى الحكومة العراقية قبل تنفيذ هذه الاعتداءات الأمريكية، وأن هناك إجراءات أصلا قبل أن يتم إحاطة الحكومة العراقية، إجراءات أمنية استثنائية ملحوظة من قبل القوى الفصائلية وكذلك من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، على اعتبار أنها تدرك أن هذه مواجهة والمواجهة مستمرة، وأن الأمريكي يحاول أن يرسل رسائل عبر هذا الصراع، وأنها لن تسمح حتى لو أراد الأمريكي أن ينفذ ضربة يحفظ بها ماء وجهه وأن يكتفي بضرب بعض المباني والكتل الخرسانية، لكنها بذات الوقت لا تريد أن تعطي هذه الفرصة لأن ينخرط ويتوسع في أهدافه وينفذ هذه الضربات. يتوقع يكون هناك موقف لها للمقاومة الإسلامية في العراق، لكن الصورة بكاملها بانتظار الموقف الرسمي العراقي بعد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة جراء الاعتداءات الأمريكية، إن كانت عند هذا الحد وستتوقف أم إن واشنطن عندما أعلنت بأنها ستحدد المكان والزمان المناسبين وما حصل ما هو إلا بداية، قد يكون ذلك يعني أن هناك أهداف خلال الأيام المقبلة. عموما سماء العاصمة العراقية بغداد خلال فترة ما قبل الضربات والميادين طبعا كانت قد رصدت ذلك خلال ساعات النهار الأولى التي سبقت الاعتداءات الأمريكية، كانت سماء العاصمة العراقية بغداد وكذلك سماء عدد من المدن العراقية الرئيسية في بابل والشريط الحدودي العراقي السوري كانت تجوبه الطائرات المسيرة التي تتبع الجيش الأمريكي وبكثافة كانت تحلق في بغداد. نعم. ربما هي تجري عمليات جمع معلومات وتحليل أو رصد أهداف، ذلك ليس معلوما حتى هذه اللحظة، ولا معلوم حتى هذه اللحظة كيف ستتعامل الحكومة العراقية التي كما تعلم الميادين منذ فترة سابقة كانت قد طالبت الجانب الأمريكي بالسيطرة الكاملة على الأجواء والسماء العراقية عبر السيطرة على الطائرات المسيرة، وأن لا يكون موقف القيادة العامة للقوات المسلحة كما هو الحال الآن بإعطاء الموافقات للجانب الأمريكي فقط دون معرفته بما يجري حقيقة الأمر. هذا السؤال عن طبيعة موقف أو تحرك الحكومة العراقية، لكن الآن في العاجل أسفل الشاشة عفوا كنا نتابع منذ قليل المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت استهداف أحد القواعد الأمريكية في أربيل، وبالتالي عن هذه التطورات هل تستطيع أن نستشف نوع من طبيعة رد المقاومة أو طبيعة تعامل المقاومة وموقف المقاومة الإسلامية في العراق حول هذه الاعتداءات؟ طبعا حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد إن كان بالفعل قد تم تنفيذ هذا الهجوم من قبل المقاومة الإسلامية في العراق أو إن كان هجوم قد نفذ على القوات الأمريكية. هناك إدارة للصراع دينا، المقاومة الإسلامية أعلنت كما ذكر الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي يوم أمس أن الأمريكيين انضربوا سيتلقون ردا، وأن التهديدات الأمريكية لن تثني المقاومة الإسلامية عن مواصلة عملياتها، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن لها علاقة
علاقة بالعمليات التي تستهدف الوجود الأمريكي سواء في الداخل السوري أو في العراق، هي لم تتبنى حتى هذه اللحظة بشكل رسمي أنها استهدفت القوات الأمريكية خلال هذه العمليات، لكن المؤكد خلال هذه الاعتداءات، لكن المؤكد أن هناك قصفا طال القوات الأمريكية في الداخل السوري، وأن هناك عمليات مستمرة حتى وأن علقت على سبيل المثال كتائب حزب الله عملياتها مؤقتا ضد الوجود العسكري الأمريكي. ذلك لا يعني أنها لا تؤدي المقاومة الإسلامية وأهم فصائلها لا تؤدي دورها في عمليات جمع المعلومات أو حتى تنفيذ الرد المطلوب على القوات الأمريكية كما تقرره هي. لذلك يتوقع أن يكون المقاومة الإسلامية بالفعل هذا الرد وهو منسوب لها، على اعتبار أنها هددت يوم أمس باللسان الأمين العام لحركة النجباء بالرد على أي اعتداءات أمريكية واستمرار عملياتها ضد الوجود العسكري الأمريكي حتى تغادر القوات الأمريكية العراق وحتى يتم وقف الحرب في غزة. نعم. طيب الآن إلى الزميل أكرم دلول. كل هذه التطورات في الجبهات المساندة، أكرم، ماذا عن التطورات في قطاع غزة، وماذا عن تصدي المقاومة أيضا واستمرار هذا التصدي البطولي للمقاومة في قطاع غزة للاحتلال الإسرائيلي؟ ربما أصلا كل ما يجري في الإقليم من عدوان أمريكي وغير أمريكي ضد دول عربية شقيقة تساند غزة هو محاولة جديدة بمنظور وإجماع الفلسطينيين للتنويه دينا لإنقاذ إسرائيل من الوحل الذي دخلت إليه، وهي يعني ما زالت تتلقى مزيد من الضربات هنا أو هناك، وبالتالي العدوان الإسرائيلي هنا في قطاع غزة ما زال على أشده ويستهدف المدنيين العزل، ترتكب فيه إسرائيل فظائع على مرأى العالم الذي ما زال ينظر من دون أن يحرك ساكنا، وبالتالي الغارات الإسرائيلية استمرت على كل محافظات قطاع غزة دون أن تستثني قوات الاحتلال حتى المناطق التي ادعت أنها آمنة ودعت المواطنين ممن شردتهم من شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه للذهاب إليها على غرار مدينة رفح. مدينة رفح فيها الآن أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، 300 من سكان المدينة ومليون و200 نازح تشردوا بفعل العدوان، وبالتالي هؤلاء يتكدسون في كل مكان. الحقيقة المشهد هنا صعب جدا والتكدس يبدو كبير، الناس تعاني الأمرين بفعل العدوان، وإسرائيل لا تترك هؤلاء النازحين بل وتلاحقهم على مدار الساعة كما جرى فجر هذا اليوم من خلال استهداف عدد من المنازل في منطقة حي الجنينة شرق مدينة رفح، الأمر الذي أدى إلى استشهاد حتى الآن 13 فلسطينيا معظمهم نازحون. وحقيقة كلما نتحدث عن غارات إسرائيلية على رفح نتحدث عن شهداء من النازحين، وهذا بالتأكيد دينا يفتح الباب أمام التساؤل بشأن كل التهديدات الإسرائيلية الخاصة بتنفيذ اجتياح وعدوان بري على مدينة رفح. الناس هنا يخشون هذا التوغل الإسرائيلي، وحقيقة مع كل لحظة نسمع هل هناك يعني عدوان جديد على رفح، لأن إسرائيل التي تضلل العالم وتحاول أن تغطي على جرائمها ومجازرها من خلال الحديث عن أماكن آمنة وغير آمنة هي يعني كل شيء بالنسبة إليها مستباح، وبالتالي هؤلاء يخشون على حياتهم، هم في نهاية المطاف لجأوا لهذا المكان ويتعرضون إلى هذا القصف ويبحثون عن الأمن والأمان، لكن حقيقة كما نؤكد في كل مرة لا مكان آمن في قطاع غزة. الكل هنا يخشى كما أشرت من تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لعدوان على مدينة رفح، وهذا بالمناسبة ما أشار إليه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت خلال الساعات الماضية، والذي أشار إلى أن العملية ستنتقل من خان يونس إلى رفح. عموما يعني ننتظر مآلات الأمور في الأيام القادمة كيف يمكن أن يكون المشهد هنا على صعيد مدينة رفح التي تتكدس بالنازحين في كل مكان. في خان يونس القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا، وقبل قليل تجدد القصف المدفعي ليطال محيط مشفى الأمل وكذلك مشفى ناصر المحاصر منذ 12 يوما. مشفى ناصر يتعرض إلى كارثة بحسب المصادر الطبية، هناك خشية على حياة أكثر من 350 من الجرحى والمرضى وكذلك النازحين الذين يحاصرون داخل هذا المستشفى إلى جانب 150 من الطواقم الطبية، حتى أنهم يفتقدون الطعام والشراب بحسب وزارة الصحة، بالإضافة إلى كل الأدوية ويعني العلاجات والمسكنات العلاجية تحديدا. هناك يعني خشية كذلك من موت محقق لهؤلاء الجرحى، خاصة وأن هناك محاولة كانت في الأيام الأخيرة لنقل بعض الحالات الحرجة بعدما انهارت الخدمة الطبية في مستشفى ناصر إلى المشفى الأردني الميداني الذي لا يبعد عن مشفى ناصر إلا عشرات الأمتار، ولكن إسرائيل قصفت يعني المناطق التي تحيط بهذه المناطق، وبالتالي يعني
هناك خطر كبير بالفعل ما زال مستمرا على حياة الجرحى والمصابين. في وسط القطاع هناك قصف إسرائيلي كان أعنفه فجر هذا اليوم باستهداف منزل في مدينة دير البلح. أما مدينة غزة فلا زال القصف الإسرائيلي يستهدف الأماكن الغربية والغربية الجنوبية منها، وهناك اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة الجامعات، منطقة الجوازات التي قالت فيها كتائب القسام أنها قتلت 15 جنديا إسرائيليا وأجهزت عليهم من مسافة صفر، وكذلك قالت أنها دمرت عدد من الأليات العسكرية إلى جانب طبعا التخوم الشمالية لمدينة غزة التي كانت قوات الاحتلال قد انسحبت منها وأعادت الكرة مرة ثانية، والآن تجري اشتباكات في أحياء النصر والشيخ رضوان بحسب المصادر الواردة إلينا. شكرا جزيلا لك حتى هذه الساعة زميل أكرم دلول. هذا الشكر موصول للزميل عبدالله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، ولزميل رضا الباشا مراسلنا من حلب. ونبقى في سوريا، حيث أفاد بيان عسكري سوري بأن العدوان الأمريكي الأخير استهدف مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية من سوريا وقرب الحدود مع العراق، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات. البيان أشار إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت المنطقة التي يحارب فيها الجيش السوري بقايا تنظيم داعش، ورأت أن ذلك يؤكد أن واشنطن متورطة ومتحالفة مع التنظيم وتعمل لإعادة إحيائه ذراعا ميدانيا لها في سوريا والعراق. كما شدد البيان على أن العدوان الأمريكي محاولة لإضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب، لكنه أكد عزم دمشق على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال. إلى ذلك، نقلت وكالة يونيوز للأنباء عن مصدر أمني في المركز الاستشاري الإيراني بسوريا قوله إن الاعتداء على العراق وسوريا هو انتهاك صارخ للسيادة وعدوان ضد أراضيهما. المصدر حذر أن تداعيات الاعتداء ستكون وخيمة على وضعية القوات الأمريكية في المنطقة، وسيجلب المزيد من ردود الفعل على السلوك العدواني. وأكد المصدر أن حكومتي البلدين لن يقبلا أي احتلال أو اعتداء على أراضيهما، وأن الاحتلال الأمريكي في كلا البلدين يعمل لمصالحه الأمنية ولمصلحة إسرائيل. وشدد المصدر على أن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل فصائل المقاومة في العراق وسوريا أفشلت الخسائر المتوقعة من الاعتداءات، مجددا أنه ليس لقوات حرس الثورة الإسلامية وقوات قدس أي مراكز أو قواعد أو سكنات أو منشآت في سوريا والعراق. من جهته، حذر النائب باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول من أن نتائج العدوان الأمريكي ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. وفي بيان قال رسول إن الاستهدافات الأمريكية تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وأشار إلى أن هذا العدوان هو تهديد يجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه. إلى ذلك، دعا الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو ألاء الولاء البرلمان العراقي إلى استجواب وزير الخارجية ومساءلته عن إجراءاته في العدوان الأمريكي في سماح بلدان الأردن والكويت والسعودية باستخدام الاحتلال الأمريكي لأراضيهم في تنفيذ الاعتداءات الأخيرة على العراق والتي خلفت عددا من الشهداء والجرحى بين صفوف قوات الكتائب. الولاء أكد الاستعداد إلى تقديم أدلة تثبت ذلك. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه بناء على أوامره شنت القوات الأمريكية هجوما على أهداف في منشآت داخل العراق وسوريا يستخدمها حرس الثورة في إيران ومن وصفها بالجماعات التابعة له لهجمات أو لمهاجمة القوات الأمريكية. وفي بيان قال بايدن إن الرد الأمريكي سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها، وأشار إلى أن واشنطن لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم، وتوعد من يسعى إلى إلحاق الأذى بالولايات المتحدة بحسب تعبيره بالرد على ذلك. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي كان أعلن أن الهجمات الأمريكية استمرت نحو 30 دقيقة، وذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تزال تقيم الأضرار الناجمة عن الهجمات التي قال أنها أصابت عشرات الأهداف في 7 مواقع منفصلة. كيربي أشار إلى أن المقاتلات الأمريكية استهدفت في المجموع 85 هدفا في 7 مواقع مختلفة، 3 في العراق و4 في سوريا.
ردا على الهجمات المستمرة على قواتنا ومنشآتنا في العراق وسوريا، والهجوم الأخير خصوصا الذي أدى إلى مقتل 3 من جنودنا في الأردن وإصابة عشرات آخرين، ضربت القوات العسكرية الأمريكية أكثر من 85 هدفا في 7 منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة التي يرعاها، ولا تسعى الولايات المتحدة إلى صراع مع إيران أو في الشرق الأوسط، ولكن كما أوضح الرئيس بايدن لن نتردد في الدفاع عن شعبنا وتحميل المسؤولية لكل من يلحق الضرر بالأمريكيين في الوقت والمكان الذي نختاره، بدأ ذلك الليلة لكن هذا لن ينتهي الليلة. هذا وأكدت القيادة المركزية الأمريكية استهداف أكثر من 85 هدفا مستخدمة عددا من الطائرات التي تشمل قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة. وفي بيان قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الغارات استخدمت أكثر من 125 مقذوفا من الذخائر الدقيقة، وأشارت إلى أن المنشآت المستهدفة في سوريا والعراق شملت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبار والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة للمجموعات التابعة لحرس الثورة في إيران بحسب تعبيرها. رأى رئيس القيادة الوسطى الأمريكية مايكل كوريلا أن فيلق قدس التابع لحرس الثورة في إيران يشكل تهديدا مباشرا لأمن بلاده. وفي بيان نشره موقع القيادة الوسطى في موقع إكس، أشار كوريلا إلى أن فيلق قدس والجماعات المرتبطة به يشكلون تهديدا مباشرا لاستقرار العراق والمنطقة وأمن الأمريكيين وفق تعبيره، وأضاف أن بلاده ستفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنيها وتقديم من يهدد سلامتهم إلى العدالة. إلى ذلك، أشارت مصادر للميادين إلى أن الغارات الأمريكية في سوريا تركزت في محافظة دير الزور وطالت مواقع في مدينة دير الزور وريفها ومدينتي البوكمال والميادين. وبحسب المصادر فإن الاستهداف شمل مواقع من بلدة الهري ومعبر السكك والهجانة في البوكمال على الحدود مع العراق، وطال أيضا حي الحمدانية وصوامع الحبوب ومحيط مزار عين علي في الميادين. وأكدت المصادر أن معظم المواقع التي استهدفت كانت قد أخليت بالكامل قبل العدوان. الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي كان أكد أن أي استهداف أمريكي سيواجه برد يوافقه. وفي بيان أكد الكعبي أن قرار المقاومة الإسلامية في العراق عراقي، وأنها مستمرة في قرارها حتى وقف العمليات على غزة وخروج الاحتلال الأمريكي من العراق. كذلك أعرب عن احترامه وتقديره لقرار كتائب حزب الله تعليق عملياتها وثمن تضحياتها. ونبقى في العراق، حيث قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن الأعداء لا يفقهون معنى استعدادنا للتضحية، وأشار إلى أن التهديد بالقتل والموت والاستهداف لا يرهب العراقيين. هذا الموقف للفياض جاء خلال حفل توزيع جوائز مسابقة سليمان العالمية للأدب المقاوم تحت اسم الشهيد مهدي المهندس، وتنافست فيها الأعمال في مجالات الرواية والقصيدة العمودية والقصة والفيلم القصير، وفازت الروائية الفلسطينية رشا شفيق فرحات بالجائزة الأولى في الرواية. سنوي كل في كل سنة بمناسبة استشهاد بنفس زمن استشهاد القائد سليماني أبو مهدي المهندس بتتوزع الجوائز على الفائزين بهالمسابقات الأدبية الأدب المقاوم يعني. إن شاء الله علامات النجاح ستغيظ الأعداء وأيضا ستمد الأدب المقاوم المثقفين المقاومين. هذه الجائزة هي جائزة الأدب المقاوم، جائزة عالمية يفترض بها، وأن تفوز بها شخصية فلسطينية أديبة فلسطينية في غزة المحاصرة اليوم والمعتدى عليها، هي تعطي بعدا مهما جدا وبعدا إضافيا، تمثل جسرا ما بين مفهومي المقاومة والأدب، وهذا جسر حتما يمثل علامة مهمة في حياتنا الإنسانية، في حياتنا الثقافية، أيضا في حياتنا الجهادية. وإلى اليمن، حيث أدان القيادي في حركة أنصار الله علي القحوم العدوان الأمريكي على سوريا والعراق. وفي منشور في منصة إكس قال القحوم إن النظام الأمريكي يثبت بهذه التحركات العدائية أنه نظام استعماري إجرامي يمارس الإرهاب،
وأكد وقوف صنعاء وتضامنها مع كل الأحرار والشعوب الرافضة للولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا مضي صنعاء بالوقوف إلى جانب حركات المقاومة في سوريا والعراق وفلسطين. وفي اليمن نبقى، حيث أكدت قناة المسيرة اليمنية تعرض محافظة صعدة لثلاث غارات جوية فجر اليوم باعتداء أمريكي بريطاني جديد على اليمن. وكانت القوات الأمريكية البريطانية قد نفذت 7 غارات على منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. من جهتها نقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن وزارة الأمن قولها إن منظومة حتس اعترضت صاروخ أرض في البحر الأحمر كان في طريقه إلى الأراضي المحتلة. القوات المسلحة اليمنية كانت أعلنت استهدافها منطقة أم الرشراش إيلات جنوب فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ الباليستية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن العملية تأتي إسنادا للشعب الفلسطيني. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وذلك استجابة لنداءات شعبنا اليمني الحر ونداءات كل الأحرار من أبناء أمتنا العربية والإسلامية. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني في البر والبحر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر تؤدي إلى زيادة تكلفة الغذاء والدواء والوقود. وفي منشور على موقع إكس وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الهجمات بالمتهورة وأعرب عن إدانة بلاده لها، وأضاف أن القوات الأمريكية ستواصل الدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر. وبالعودة إلى غزة وآخر تطورات العدوان المستمر على القطاع لليوم 20 بعد 100، مراسل الميادين في غزة قال إن جيش الاحتلال نسف مربعا سكنيا كاملا وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، مؤكدا ارتقاء 15 شهيدا من جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 منازل في رفح ودير البلح جنوبي ووسط قطاع غزة. كنت أطلع. هيك اطلعي. لا خليك نايم. وفي هذه الأثناء تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال في محاور الاشتباك. وأفاد مراسلنا بأن المقاومة تخوض اشتباكات مع الاحتلال غربية مدينة غزة وفي حي النصر والشيخ رضوان. كتائب القسام كانت أعلنت الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة 0 في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة وإيقاع 3 دبابات ميركافا في كمين مركب واستهدافها بقذائف الياسين 105 وعبوات الشواظ.
سرايا القدس من جانبها أعلنت استهداف قوة إسرائيلية من 10 جنود وكانت متحصنة في منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وعرضت سرايا القدس مشاهد من استهداف برج مراقبة وتجمعات لجنود الاحتلال خلف السواتر الترابية بالأسلحة الرشاشة شرق جباليا شمال قطاع غزة. وفي إطار اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات وعدم احترامها أي قوانين دولية أو إنسانية تستمر قوات الاحتلال في عملياتها الانتقامية من الفلسطينيين في قطاع غزة ويعمد جنودها إلى توثيق جرائمهم والتفاخر بها. هذا المقطع الذي نشره جندي في جيش الاحتلال يظهر تفجير مسجد تميم الداري في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع رغم أن المسجد كان خاليا ومتضررا بفعل القصف الإسرائيلي. كذلك أقر جيش الاحتلال بنبش المقابر في قطاع غزة واستخراج جثث منها بذريعة أن حماس قد تكون أخفت جثث أسرى إسرائيليين داخلها. وفي مقابلة مع شبكة CNN قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن نبش المقابر خطوة ضرورية وأضاف أن هذا هو المستوى الأدنى الذي على الجنود أن ينزلوا إليه من أجل محاولة العثور على أسرى إسرائيليين. ومع تفاقم الأزمة المعيشية في شمال غزة وانقطاع الطحين تعتمد بعض الأسر النازحة لتوفير قوت يومها على وسائل بسيطة ولا سيما لإعداد الخبز المكون من الشعير والذرة. محمود العوضية زار إحدى الأسر في شمال غزة واطلع على أحوالها وكيفية إعدادها لهذا الخبز. نحن هنا في شمال قطاع غزة تحديدا في أحد مراكز الإيواء. سنحاول التعايش مع هذه الأسرة، نريكم ماهية الحياة اليومية في ظل ترديها وفي ظل الوضع السيء الذي تعانيه الأسر في شمال قطاع غزة مع انقطاع الدقيق الأبيض ولجوئهم إلى طحن شعير الدواب. ما فيش حبة قمح، فاضطريت يعني نحط زيادة شعير في، يعني تعال شوفوا مش راضي، بنعجنش بتقطعش. هنا في شمال غزة في أحد مراكز الإيواء تسعى تلك السيدة إلى إعداد وجبة الفطور من خلال عجن هذا الطحين والذي هو عبارة عن مادة الشعير في ظل غياب إدخال الدقيق الأبيض إلى شمال قطاع غزة. تلتين شعير وتلت قمح تقريبا، لأنه الشعير لحاله ما بينعجن معنا بالمرة، يعني بنحط عليه شوية قمح على أساس يمسك، حين الشعير ما مسكش بالمرة، يعني حاولنا نعجنه ما مسكش معانا، اضطرينا نحط عليه يعني شويه قمح. في شمال غزه معدوم كل شيء، ما فيش يعني وجود، فبنضطر نستخدم اي شيء نعمل منه قهوه، حتى يعني بن رضيء جدا بنضطر لطحن وخشن نطحن يدوي عندنا حتى نشرب او ندوق يعني طعم او نوع من طعم القهوه. هي مش قهوه في الاصل يعني، لكن بدنا اي شيء بديل زي ما استبدلنا اللي هو الطحين الابيض بالذره وبالشعير باكل الدواب، نستبدل اي شيء بدل اي شيء. اذا هي محاولات للبقاء على قيد الحياه هنا في شمال قطاع غزه. محمود العوضيه، شمال غزه، الميادين. الى الضفه الغربيه حيث اقتحمت قوه كبيره من جيش الاحتلال مخيم الدهيشه في بيت لحم. وشنت قوة الاحتلال عمليات دهم واسعة للمنازل واعتقلت عددا من المواطنين. وإلى ذلك تصدى مقاومون لمحاولات الاقتحام المتكررة من قبل قوات الاحتلال لمدن الضفة ومن بينها طوباس ومخيم بلاطة في نابلس. وقد استهدف مقاومون جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في مخيم بلاطة قبل انسحاب هذه القوات من المخيم ومدينة طوباس.
إلى ذلك أعلنت كتائب شهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير في مخيم بلاطة تصدي مقاوميها لمحاولات الاحتلال اقتحام المخيم. وفي بيان أشارت الكتائب إلى اشتباك مقاوميها مع قوات الاحتلال بالرصاص واستهدافها بالعبوات الناسفة، وأكدت استمرارها في الكفاح على طريق تحرير فلسطين، وختمت بيانها بعبارة لنرى من يحاصر من. وإلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف موقع رويسات العلم التابع للاحتلال مرتين. وأوضحت المقاومة أن العملية الأولى استهدفت الموقع عبر استخدام الأسلحة الصاروخية ما أدى إلى إصابته بصورة مباشرة، أما العملية الثانية فاستهدفت فيها انتشارا لجنود الاحتلال في محيط الموقع نفسه. وأعلنت المقاومة استهداف أحد المباني في مستوطنة أفيفي. إلى ذلك نعت حركة أمل في بيان لها الشهيدين علي خليل محمد ومصطفى عباس ظاهر اللذين ارتقيا في استهداف إسرائيلي جنوب لبنان. البيان تعهد بمقاومة الاحتلال والدفاع عن لبنان مهما قدمت أو قدمت التضحيات، وأضاف أن الشهيدين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب. إلى إيران، حيث كشفت وزارة الأمن الإيرانية عن أكبر عملية استخباراتية ضد المجموعات التجسسية والأمنية التابعة للموساد الإسرائيلي في إيران و28 دولة. الوزارة تحدثت عن رصد واعتقال عدد من الجواسيس في طهران وبعض المحافظات. مالك عابدة. صيد استخباري ثمين، هكذا وصفت إيران إنجازها الأمني. كيف لا وهو الأكبر والأضخم من نوعه ضد إسرائيل بحسب ما كشفت عنه وزارة الأمن الإيرانية. لم تخض إيران في تفاصيل زمان ومكان وكيفية اختراقها الأمني للموساد، واضعة إسرائيل وجواسيسها أمام مأزق أمني. هذه العملية نوعية ومهمة، يعني يتم الكشف على شبكات الموساد الصهيوني في 28 دولة وفي داخل الجمهورية الإسلامية. هذه الشبكات شبكات تجسسية، شبكات إرهابية تخريبية، وإلى جانب ذلك يعني يتم الكشف عن منشآت حساسة للعدو الصهيوني والداخل يعني الأراضي المحتلة. حصول إيران على معلومات حول منشآت عسكرية وتسليحية واستراتيجية سرية لإسرائيل يضاعف أوراق ضغط طهران وحلفائها في مواجهة تل أبيب وواشنطن، كما يشكل ضربة قاسية لحكومة نتنياهو بعد النكسة التي تعرض لها جيش الاحتلال في 7 أكتوبر. هذه كانت عملية كاملة متكاملة، وباعتقادي يعني أن هذا في النهاية سيؤدي إلى تغييرات مهمة داخل المنظومة الأمنية الصهيونية، وباعتقادي يعني أن الصهاينة كان لا يتوقع بأنهم يوما يتلقوا مثل هذه الضربة الموجعة، ولكن هذا كان إنجاز كبير. مرة جديدة تظهر إيران قدرتها في حرب الظل مع إسرائيل، مؤكدة جاهزيتها وامتلاكها من الأدوات ما يمكنها من إفشال أي مشاريع إسرائيلية معادية لإيران. فيما يرى البعض هنا أن كشف وزارة الأمن الإيرانية يمثل رسالة ردع استخبارية إيرانية، يرى فيه آخرون إنجازا إيرانيا وفشلا أمنيا إسرائيليا. مالك عابدة، طهران، الميادين. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي الثوابت الفلسطينية في دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار. وفي اتصال هاتفي شدد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالي على أن أي مفاوضات يجب أن تفضي إلى إنهاء العدوان كليا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج غزة. هنية ونخالي تحدثا عن ضرورة رفع الحصار والإعمار وإدخال جميع متطلبات الحياة إلى القطاع وإنجاز صفقة تبادل متكاملة. هذه المواقف أو في المقابل، نقلت وسائل أعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير موافق على عدد من الشروط المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى في غزة. ونقلت هذه الوسائل عن نتنياهو قوله إنه لا يمكن السماح بوقف الحرب ولا بإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، إضافة
إلى عدم إمكان سحب الجيش من القطاع. خروج يمني مليوني جديد في صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى استجابة لدعوة السيد عبد الملك الحوثي تحت شعار مع غزة ملتزمون حتى النصر، وهتف المشاركون بالموت لأمريكا وإسرائيل وأكدوا استعدادهم الكامل وجاهزيتهم العالية لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. صنعاء، من صنعاء أحمد عبد الرحمن. بصوت واحد يتردد صداه في أرجاء العالم يهتفون غير مبالين بالحرب عليهم. ومن هذا الميدان الكبير جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، كما هو الحال من كل ساحات اليمن وميادينها، يجدد اليمنيون العهد مع غزة ملتزمون حتى النصر. نحن اليوم خرجنا مع غزة ومع الأقصى ومع أخواننا المستضعفين في غزة، ونحن صامدوا حتى النصر أو الشهادة. قواتنا الصاروخية وطيراننا المسير وقواتنا البحرية، أقول لهم أضربوا بيد من حديد، لا ترحموهم، أضربوا القوات البريطانية والأمريكية حيثما وجدتموهم، أخرجوهم من بحارنا، ونحن وهذه الملايين ما خرجت إلا لتفوضكم من أجل أن تخرجوا أولئك الأنجاز. بلا تعب ولا وهن يلبي اليمنيون نداء السيد عبد الملك الحوثي إلى الخروج المليوني الأسبوعي، بما يؤكد للأمريكي أن كل ضربة يمنية يقف وراءها شعب يخرج بالملايين كما قال قائد أنصار الله، وتعززه هذه الحشود الهائلة. عهدنا لمواصلة الصمود الأسطوري من أجل غزة، من أجل فلسطين، من أجل المقدسات الإسلامية، أن نحررها بإذن الله سبحانه وتعالى من العدو الغاصب المحتل. وأنا أقول لهم والله والله إن هذا الشعب المليوني لن يترككم وحدكم، إلى جانبكم في كل المجالات، رجالنا في البحرية إلى جانبكم. بيان المسيرات الشعبية اليمنية دعا الشعوب العربية والإسلامية إلى الضغط على حكوماتهم لإيقاف مد الاحتلال الإسرائيلي بالبضائع، وأكد المحتشدون استمرارهم في الأنشطة والإعداد القتالي لخوض المعركة المقدسة، مباركين عمليات القوات المسلحة اليمنية. نبارك العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي في استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن إخواننا في فلسطين. ضغط شعبي يمني يتسع من أجل مزيد من العمليات اليمنية البحرية ورفع سقف الموقف العسكري المترجم لإرادة الجماهير وتطلعاتها في الدعم والإسناد والمشاركة المباشرة في المعركة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. إلى البحرين، حيث جدد أهالي منطقة الدراز نصرتهم لفلسطين رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات في البلاد. وقد ردد المصلون في مسجد الإمام الصادق في مدينة الدراز هتافات منددة بإسرائيل والولايات المتحدة. وعقب صلاة الجمعة انطلق البحرينيون في مدينة الدراز في مسيرة شعبية على وقع الهتافات المنددة بالعدوان على غزة وبعمليات التطبيع مع كيان الاحتلال. حفل تكريمي للإعلاميين نظمته العلاقات الإعلامية في حزب الله برعاية وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري تحت عنوان إعلاميون على طريق القدس. يأتي هذا الحفل التكريمي للإضاءة على دور الإعلام في نقل الصورة وتقديرا لجهود الإعلاميين وثباتهم في الميدان رغم المخاطر. حسين السيد. إعلاميون على طريق القدس، يعكس الشعار أهمية التغطية الإعلامية في جبهة جنوب لبنان وغزة،
على الرغم من استمرار المعركة، اختارت المقاومة الإسلامية في لبنان وبرعاية من وزير الإعلام اللبناني تكريم الإعلاميين المشاركين في تغطية المعركة في جنوب لبنان والقنوات الإعلامية التي واكبت طوفان الأقصى منذ اللحظة الأولى، وشهدا الميادين فرح عمر وربيع المعماري كانا على رأس اللائحة. نقلتم بطولات المقاومين وصبر عوائل الشهداء وتمسك الجنوبيين بوطنهم بقدرهم النهائي، وقد اختار الله بعضكم شهداء، فكان عصام عبد الله أولا ثم فرح عمر وربيع معماري. ليس مستغربا استدراج إسرائيل ما يزيد عن 100 إعلامي إلى كمائن الموت، وللبنان حصة بحيث تربع عصام عبد الله وربيع معماري وفرح عمر على لائحة أشراف الأمة خلال مرابطتهم على حدود القدس. يسلط تكريم الإعلاميين في بيروت الضوء على أهمية الصورة والكلمة في إبراز رواية أهل الأرض وأصحاب القضية في وجه محاولات التحريف وتزييف التاريخ. زدت الدور هذا الإعلام الذي على الجبهة والمقاوم اللي على الجبهة، لأنه الإعلام اللي على الجبهة عم بفرج الحقيقة بالصوت والصورة باللحظتها بالمباشر، وعم بخاطر بحياته كرمال ينقلنا هذه الصورة الحقيقية. افتخر أنه بعد 4 أشهر من تغطيتنا للعدوان، تغطية الميدانية واللي تعرضنا فيها لكثير من المخاطر وتشاركنا نحن وياكم بكثير من المواقف، بفتخر أنه هذا الصوت اللي حاولنا نوصله وصل. أمام كل المخاطر التي يواجهها الصحفيون مع عدو مجرم لطخ يداه بدماء زملائهم، يؤكد هؤلاء الزملاء ثباتهم في الميدان. هم في الجبهة إعلاميون ينقلون الواقع كما هو، وصورتهم من الميدان تغلب رواية الحقيقة على زيف الادعاءات الإسرائيلية. حسين سيب، بيروت، الميادين. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.